بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة تريبل اي بي، ومعاكم المهندس هاني كامل. النهاردة ان شاء الله عايزين نفهم او نعرف التوافقيات دي بتيجي من ايه، وهي عبارة عن ايه بالظبط، وايه تأثيرها على القياسات بتاعتنا سواء الفولت والتيار، توتال هارمونيك ديستورشن، وازاي بتأثر على الباور فاكتور. طب لو عندي كاباستور بانك وهدخله في الخدمة، هيكون لها تأثير عليه ازاي؟ ده اللي احنا عايزين نفهمه مع بعض ان شاء الله. مبدئيا انا زي ما نعرف بالسيستم، احنا عندنا هنا سيستم 11 كيلو، بعد كده محول اوكزيلري من 11 ل 400 فولت، من 11 كيلو 400 فولت، وبعد كده عندنا بارة 400 فولت وبتغذي احمال. انا عندي اول 4 احمال هنا دولت، احمال نون لينير، والاحمال اللي بعد كده احمال لينير. طب الاول يعني ايه احمال لينير؟ الاحمال اللينير دي عباره عن ريزيستنس او اندكتنس او كاباستنس، تمام. ما فيهاش اي بار الكترونيكس، بحيث ان هي تعمل تتحكم في امتى يخش الحمل مثلا، او امتى يخرج، او امتى يسحب بالظبط التيار بتاعه. اما الاحمال النون لينير دي بيكون فيها بار الكترونيكس، بحيث ان هي مثلا زي الفاريبل فريكوانسي درايف في اف دي، ده مثلا بيستخدم في التحكم في سرعة المواتير او الباتري تشارجر او غيره، تمام. فالاحمال اللي هي نون لينير، طبعا البار الكترونيكس الموجودة فيها سواء سيرستورز وغيره بيتم التحكم فيها عن طريق الفايرنج انجل، بحيث ان انا اتحكم في سرعة الموتور اللي عندي. فبالتالي في جزء من الويف فورم بيحصل فيه سحب للتيار، وجزء تاني ما بيحصلش فيه سحب للتيار، وبالتالي بيحصل ديستورشن او تشوه في موجة التيار. ومن هنا بتيجي التوافقيات او الهارمونيكس، تمام. طب يبقى اذا لو نيجي للتعريف التاني، يقول لك دلوقتي لو موجة التيار نفس شكل موجة الفولت، يبقى اذا مفيش توافقيات. يعني موجة التيار مثلا، موجة الفولت ساين ويف، موجة التيار زيها بالظبط ساين ويف، اذا مفيش توافقيات. موجة الفولت ساين ويف بس موجة التيار شكلها غريب شوية، يبقى اذا في توافقيات. تعالوا نبص على مثال اول، مثال لسيستم لينير. احنا زي ما احنا شايفين، انا عندي مثلا لود 5، ده سحب 187 امبير في 3 فيزات تقريبا زي بعض. عندي ريت فيز هنا، الترو ار ام اس كارنت او التوتال كارنت 187، الفاندامنتال اللي هو 50 هرتز كارنت 187 زي بعض، تمام. الباور فاكتور عندي هنا ماينس 0.92، وهنا ماينس 0.92، وهنفهم الفرق ما بينهم دلوقتي ان شاء الله، تمام. تعالوا نبص لموجة الفولت والتيار. شايفين موجة الفولت ساين ويف، موجة التيار زيها بالظبط. طبعا في شيفت ما بين الفولت والتيار، ده اللي هيعبر بعد كده عنه بالباور فاكتور او الديسبيسمنت باور فاكتور. طب جميل، كده شفنا حمل لينير. تعالوا نبص مع بعض على حمل نون لينير عشان نعرف ايه الفرق ما بينهم، وهل الحمل النون لينير بيكون ليه تيار مختلف عن القياسات بتاعته، ليه طريقة تانية في القياس، هل بيأثر على قياسات الباور فاكتور ولا لا. تعالوا ده اللي احنا عايزين نشوفه دلوقتي مع بعض. طبعا في نقطة مهمة، بس قبل برضك ما
نكمل. ده طبعا دي بتبين دي اللي هي الفورير ترانسفورم، فاست فورير ترانسفورميشن او فورير ترانسفورميشن، تمام. ديت بحيث ان هي تقدر تحلل الموجة اللي انا عايزها، سواء الفولت او التيار، فولت مثلا ار او واي او بي، او التيار ار وواي او بي، بحيث ان انا اقدر اشوف الفاندامنتال والهارمونيكس اللي موجودة، تمام. احنا دلوقتي عندنا البارة مش متحملة، هنبتدي نحملها مثلا بحمل نون لينير. تمام كده زي ما احنا شايفين، انا دلوقتي مثلا شغلت الحمل الاولاني، تمام. الحمل ده نون لينير، تمام، عبارة عن ريكتفاير سيركت. احنا زي ما احنا شايفين هنا اصبح عندنا الجهود والتيارات. عندنا لو ناخد بالنا، في عندي هنا التيار الريد فيز 155، 157، اليالو والبلو 155. بس لو ناخد بالنا هنا التيار 155 ده الترو ار ام اس، تمام. في هنا الفاندامنتال 139 امبير، تمام. يعني احنا بنتكلم في فرق تقريبا 16 امبير، في 16 امبير فرق. يعني انا لو معايا مالت ميتر، اميتر مثلا او كلامب ميتر، الكلامب ميتر ده بيقرا الفاندامنتال فقط وحطيته على الكابل، هقرا ال 139 امبير. لو معايا كلامب ميتر بيقيس الترو ار ام اس ده، بالتالي الفاندامنتال والهارمونكس هيدي لي قرايه 155 امبير. طبعا الهارمونكس كارنت اللي موجوده دي دلوقتي ماشيه في الكوندكتور، ماشيه في السيستم، بتبتدي تسخن في الكوندكتورز، بحيث وتطلع لوسز اكتر وهيت اكتر وسكين افكت تاثيرها هيزيد، تمام. وبالتالي في مفاقيد عندي اكتر، وبالتالي المفروض اعمل دي ريتنج للسيستم عشان السيستم يستحمل لو طبعا الهرمونكس زادت عن قيم معينه. طبعا احنا ناخد بالنا هنا ان التوتال هرمونيك ديستورشن مثلا في الفولت بقى عندي 2.37%، 2.3%، الهرمونيك ديستورشن في الكرنت عندي وصل ل 50%. نقطه مهمه جدا، في عندنا حاجه اسمها الديسبليسمنت باور فاكتور والترو باور فاكتور. اغلب الميترز او المالتي ميترز او مالتي فانكشن ميتر بتقرا الديسبليسمنت باور فاكتور، لو ناخد بالنا هي بتقرا لي الفاندامنتال فريكوانسي ال 50 هرتز مثلا فقط، هنلاحظ هنا ان الباور فاكتور ماينس 97%، تمام، لاج. وبالتالي هنا انا شايف ان الباور فاكتور بتاعت الحمل كويسه جدا، في حين ان الاكشوال باور فاكتور اللي موجوده هي ماينس 87%، او ماينس 87%، الباور فاكتور عندي سيئه، تمام. يعني انا دلوقتي لو مشغل لوحه تحسين القدره، لوحه تحسين معامل القدره، وهتشوف وشافت الباور فاكتور اللي هي ديسبليسمنت باور فاكتور، هي بالنسبه لها لا، ممكن يكون لو السيتنج مثلا 96 او 97 ماينس 97 مثلا، يبقى اذا هي خلاص حققت التارجت، في حين ان الاكشوال او الفعلي هو ماينس 87. يبقى اذا نعرف من هنا ان في حاجه اسمها الديسبليسمنت باور فاكتور، دي خاصه بالفاندامنتال فريكوانسي، في حاجه اسمها الترو باور فاكتور، دي خاصه بالفاندامنتال فريكوانسي بلس الهارمونكس اللي موجوده عندي. تعالوا نشوف مثلا موجه التيار وموجه الجهد في حاله زي كده. زي ما احنا شايفين ادي عندي موجة الجهد هي موجة ساين ويف، موجة التيار هي موجة متقطعة، موجة مش ساين ويف، فيها تشوهات، تمام. ده نتيجة الفايرنج انجل اللي موجود في اللي بيعملوا الكنترول سيركت في الريكتفاير. طب تمام، ممكن نبتدي، تعالوا نبتدي نحلل الويفة دي. زي ما قلنا احنا عندنا هنا التحليل بتاع الفورير ترانسفورميشن بيقول والله الفاندامنتال مثلا 100%، وطبعا الفاندامنتال بيتاخد 100%، وبعد كده بيتنسب ليه باقي الهارمونكس. ده طبعا احنا هنا ده احنا بنتكلم على الفيز ار في الكرنت، تمام. عندي الهارمونيك الثاني 0.4%، الهارمونيك الثالث الرابع، زي ما احنا شايفين ارقام بسيطة. لكن ناخد بالنا الهارمونيكس الخامس في الكرنت 44%، السابع 19%، ال11 7%، ال13 3.8%، ال17 و19 وهكذا. هي بتبقى علاقة عبارة عن ام بي بلس ماينس واحد، ام المالتبلاير بي عدد السيرستورز اللي موجودة. انا عندي هنا
6 بلس، تمام. فبالتالي واحد في مضروب في ستة بستة بلس واحد وماينس واحد يعني 7 وخامس. طب قلنا الام باتنين عبارة عن اتنين في ستة باتناشر بلس واحد 13 ماينس واحد 11. فبالتالي هي فعلا زي ما احنا شايفين القانون عندنا متحقق فعلا، ودي الهارمونيكس اللي ظهر خاصة بالريكتفاير. طب تعالوا نشوف الويف فورم بتاعة التيار نحللها، او عشان برضك نفهم الهارمونيكس اكتر. انا احط لكم هنا الار فيز كارنت التوتال، وعندنا هنا الفاندامنتال والخامس والسابع وال11 وال13 وال17 وال19. تعالوا نكمل تشغيل السيستم ونشوف الويف فورم. زي ما احنا شايفين هي هتبتدي بس السكيل يتظبط، وهنبتدي نشوف الويف فورم اكثر وضوحا. فزي ما احنا شايفين ديت الويف فورم بتاعت التيار، تمام. تم تحليلها بعد كده لفاندامنتال اللي هو 50 هرتز، بعد كده الهارمونيك الخامس، الهارمونيك السابع، هارمونيك ال11، ال13، ال17، الهارمونيك ال19، تمام. كل هارمونيك احنا شايفين بيتجمع الهارمونيكس دي كلها مع بعض، الفاندامنتال بلس الهارمونيكس دي، بالتالي في النهاية بيطلع شكل الويف فورم بتاعة التيار اللي الحمل عندي بيسحبها، تمام. يعني لو بنلاحظ النقطة دي لو اتجمعت هنا مع دي مع النقط دي كلها تبتدي تطلع الشكل ده، تمام. زي ما احنا شايفين تاني اهوت، ادي الفاندامنتال بتتجمع مع الخامس والسابع وبقية الهارمونيكس، تبتدي تطلع الار فيز بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا كل هارمونيك من دول ليه ماجنيتيود معين زي ما احنا شايفين. يعني مثلا ده التوتال كرنت تقريبا البيك قريب من 250، عندنا هنا مثلا الفاندامنتال البيك تقريبا 200. طبعا اقسم على جذر 2 بالنسبة للساين ويف السليمة دي تدي للار ام اس. الهارمونيك الخامس تقريبا قريب من 90، الهارمونيك السابع تقريبا حاجة و40 أمبير اللي هو البيك، هنا ال11 تقريبا قريب من 15 أمبير، هنا ال13 قريب من 7 و8، الهارمونيك ال17 قريب من 6، الهارمونيك ال19 قريب من 4 أمبير أو 5 أمبير. بيك طبعا بنقسم على جذر 2 يدي الار ام اس الخاص بالهارمونيك او الفاندامنتال، تمام. وطبعا بالقانون بتاعهم نقدر نجيب الار ام اس التوتال او ترو ار ام اس للكرنت، الكرنت الفعلي. فاذا هنلاقي ان طبعا ده الفاندامنتال مش الشكل اللي احنا شايفينه ده، وعشان كده نشوف هنا ادي الفاندامنتال 139 امبير، الترو ار ام اس 156 امبير. سؤالي ليكم ان شاء الله ومهدا مستني اجابته ان شاء الله، تقدروا تكتبوها في التعليقات ونشوفها ان شاء الله في الحلقه الجايه. هو لو الكباستور بانك ده ابتدى يدخل الخدمه عشان يشتغل، هو طبعا شايف اوكي ماينس 99 من 100، بس لو افترضنا ان انا خليته يشوف 87 وابتدى يشتغل بصفة عامة، انا دخلت الكباستور بانك ده في الخدمة وعندي الهارمونيكس اللي موجودة دي وما كنتش عامل حساب ان في هارمونيكس في الشبكة، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهل والكباستور بانك هيستجيب ازاي؟ هل في اضرار هتحصل على الكباستور بانك او الشبكة او الاحمال؟ ده انا عايزكم ان شاء الله تبتدوا تفكروا فيه، تكتبوا تعليقاتكم عليه، وان شاء الله نشوفه في الحلقة الجاية واحنا بنشرحها. أتمنى يكون موضوع الهارمونيكس واضح دلوقتي، وإن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.